ولذلك اليمين للأمور الطيبة، الأكل، الشرب، الأخذ، الإعطاء، الكتابة، يعني هذه الأشياء، والشمال لما يستقذر ويستقبح. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأن كله وطهوره وفي شأن كله في شأن كله صلى الله عليه وسلم. حديث الآخر: ليأكل أحدكم بيمينه، هذا أمر، وليشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه، وليعطي بيمينه، حتى الأخذ والإعطاء. شخص طلب منك كتاب، تفضل تعطيه بيمينه، ما تعطيه بشمالك. شخص طلب منك كوب ماء مثلا، تعطيه بيمينك ويأخذ هو باليمين، ما يأخذ بالشمال. طلب منك ورقة، أعطيني الورقة، أعطيني القلم، أعطيني الكتاب، أعطيني الكوب، أعطيني باليمين، تعطيه باليمين ويأخذ باليمين. ولا يجوز أن يأخذ أو يعطي بشماله، كما أنه لا يجوز أن يأكل أو يشرب بشماله، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من أن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، يأكل ويشرب بشماله. وهذا يكون سواء الأكل باليد مباشرة أو بملعقة أو بشوكة مثلا. إن بعض الناس الآن مثل ما ذكرت الآن قبل قليل، يعني مسألة الإتيكيت، يقول والله أنا أخذت دورة في الإتيكيت، على العين والرأس. طيب، أنا أشجع على هذا، أهم شيء أنك تربطها بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ضع الشوكة في يدك اليمين والسكين في يدك الشمال، وتكون بهذا متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. ويوجد حقيقة، يوجد الآن، يعني بعض الناس، هذه الدورات طبعا جاءتنا من أمم أخرى، يوجد من الأمم الأخرى من يأكل بيمينه حتى في الشوكة، حتى في الشوكة، يعني يكسرون قاعدة بعض أنواع الإتيكيت اللي يسمونها الإتيكيت هذه، ها، يكسرونها فيأكلون بيمين، يعني يرى بأنه عيب يأكل بشمال. نحن ولله الحمد يعني مرتبطين بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الإنسان يأكل حتى إذا أكل بالشوكة والسكين، ها، فإنه يضع الشوكة في اليمين والسكين في الشمال، ويأكل إذا أراد أن يأكل بالشوكة، وكذلك الملعقة، وكذلك في اليد.